شفت طفل يعني وطفلة سن 10 سنين وسن تقريبا كان 8 سنين مش حافظين الفاتحة، مش حافظين الفاتحة. انت يا كل ام الله يصلح حالك، انت يعني انت هتقابلي ربنا ازاي؟ تقول لك لا مواعيد والعيال معفرطين. سيبك من العفرطة والشقاوة، احنا متعودين على كده، لكن ويكسروا ويعملوا، هي دي مرحلتهم، ويتعلموا ويعملوا، ما فيش مشاكل، لكن مش حافظين الفاتحة 10 سنين. ده المفروض على 7 يكون مخلص، خلاص نص القرآن وداخل على النص التاني. المفروض انت بادئة من 3 سنين، المفروض انت بادئة من قبل 3 سنين اصلا. وكل ما تبتدي بدري، كل ما المهارات اللغويه والمهارات الفكريه لاولادك بيبقوا في اعلى من مستواهم. داخل 6 سنين بيقرا من المصحف. انت بتقول احنا انا مش عايزه حضانات ولا الكلام ده خالص الفتره دي. حضانه ايه اللي اروح اوديه 8 ساعات 8 ساعات في مكان لمدرسه هي ذات نفسها محتاجه تتاهل وتتربى من جديد. لا غلط. انا حزنت حزن شديد جدا بسبب الطفلين دول 10 سنين وثمان سنين يا مسلمه، وما انتش محفظاهم الفاتحه ولا قل هو الله احد. يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ مين امال هتستني لحد ما يبقى امتى؟ اكبر غلط، اكبر غلط. بصوا تاني، يا كل ام، يا كل ام بتسمع، ويا كل بنت بتكتب ورايا، انا عارفه ان في بنات ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك لهم ويرزقهم الازواج الصالحين يا رب، اللهم امين، كاتبينهم مفرغين وعاملين لي سكرينات من حلقات التربيه. يا بنات، يا امهات، يا نساء، من فضلك، من فضلك، اكتر فتره ترسخي فيها القران اللي بيتحفظ، قصص الانبياء، سيره النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث اللي بيحفظوه، حديث السطر الواحد، حديث السطر الواحد ده بنحفظ فيه العيال اكتر من 60 او 80 حديث. الخلق اللي انت عايزه ترسخيه، او السلوك اللي انت عايزه تستنكريه، وبعدين النوم على افضل العزائم، وبعدين نوايانا بقى، ها، وبعدين الذكر اللي هنقوله تاني يوم او اللي هننام عليه لحد الملائكه، وله قصر جميل في الجنه وقصر عامله والنبي عليه الصلاه والسلام وافضل حبب 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 اشوف افضل فصله. ليه؟ لما بقول لك على تمرين التنفس، عدد ذبذبات المخ من 120 ل 80، وبعد كده ادي البيتا، وبعدين ادي كده اللي بعديها على طول على طول. احنا عايزين مرحله المرحلة اللي بيبقى فيها من 4 ل 8 او من 0 ل 4، بلاش 0 هيناموا، خلينا من 4 ل 8. حلو، بيبقى بطيء عدد ذبذبات المخ، بطيء وعامل كده، فبيتلقى، يتلقى ابني، ما بينساش، ما بينساش الكلام ده. وانا اعرف بيوت واعرف امهات، اقسم يمين بالله عز وجل، اعرف امهات عيالها 6 سنين، اللهم بارك اللهم بارك، وتجي تكلميهم مخلصين سيره، مخلصين قصص الانبياء، خلصوا كتاب رجال حول الرسول، خلصوا ال40 النوويه، وداخلين يقول لك خلاص، تقول لك انا هديهم يعملوا البخاري ويحفظوا البخاري ويحفظوا مسلم. ايوه، طب هم ماشيين في القران، ماشيين بثبات، لكن يبقى 10 سنين ومش حافظ الفاتحه؟ تحاسبي والله ما برأيك، وتحاسبي ابنك لحد 12 سنه بتاعك، بنتك لحد 12 سنه بتاعتك. الاب بقى بيجي بعد المرحله دي، سواء مع البنات بالتحبيب والكلام الطيب وانه يا حلوه يا اموره يا حبيبه بابا، وتسمع الكلام ده من ابوها واخوها، ويجي من الـ من الـ من البنات، من الصبيان سن 11 سنه مراهقه مبكره اهو، و12 سنه يلا بقى الراجل وانت معايا وانت، لكن سايبينهم كده حرام والله. ونسال امام الله يا جماعه، نسال امام الله عز وجل.